اوكي حتى لين تموت تروح. برهين شو يجم يصير بعيد على الكوره؟ شو المقاربه 20 سنه 50 سنه واحنا نحكيوا على ملاعب الكوره؟ شو المشيت؟ شو الغاز؟ تصور واحد غلط وهز مع ولده ولا بنته صغيره غادي الكارثه. الغاز اونديري في الفلوجه، هذا كله علاش؟ شنو اش فما؟ علاش؟ شو يجم يصير؟ كان جيت صاحب قرار شنو تعمل؟ خاطر احكيوا معاهم لي سوبورتير، احكيوا مع لي جون، احكيوا مع درش اي بي. ومن بعد شو معناها تيوريكمون كلام محلاه، براتيكمون شنو لازمنا نعملوا؟ يسير شيء يحكيوا معاه. اي اوكي. كان ينجم يكون. بس كل كان تعرف الماتش هذا كان ماتش سخون، والبارح ما حكيناهش وقلنا في البعيد في الكواليس على يكمل. بلغات مجموعات الحبايب تاع النجم الرياضي الساحلي كانت تحذر انه الماتش هذا كان ينجم يكون كذا. انا في الولايه في الاجتماع الامني الخاص بالحكايه هذه، الخاص بالتساكر، الخاص بالواحد، نحضر مجموعات الحبايب خويا، نحضر واحد عليهم، مش نحضر ناس، نحضر واحد يجي. انت بريغاد روج خويا تحب كذا وتعملوا في الكوميونيكي وتحكيوا على ماتش بتاع نهار الخميس، تفضل خويا يجي احضر معنا. هاك تشوف علاش تعطات تساكر، هاك تشوف شنو هو الريسك الامني، علاش؟ على خاطر راهو فما الكومبورتمون دو فول، راهو كومبورتمون يعدي عدوى، راهو جي. شوف جمهور لاسبيرانس شو عمل في الديربي، احنا باش نعملوا اكثر. طيب شنو باش نعمل؟ باش نعمل اكثر كذا. جمهور لاسبيرانس معناها وللاسف يا رفيق توا فما، مش حتى في الجمهور، الجمهور ما تلومش عليه، حتى في المسؤولين تحت ضغط الجمهور، المسؤول اللي يشجع منطق الغوره هو الصحيح. لو احنا بار اكزومبل احنا في الكلوب، تعرف جمهورنا شنو واش يقول لك في ماتش الديربي؟ انساه مشكله الملاعبيه، انساه مشكله الترونور، شبيه ما فما حتى مسؤول سور تيران في الواحد في تروح لاسبيرونس، باش يعمل مسؤول سور تيران؟ باش يقعد يتفرج، باش يعيط، باش يدخل للتيران، باش نهرس الاربيتر، باش نعمل كذا. رد بالك هذه الثقافه العامه الموجوده في كل الفرق، راهو توا مسؤول عاقل والقوانين هذا برشد التنس، شو وليوا يعملوا؟ يقولوا برشد التنس، شو وليوا يعملوا؟ حتى المسؤولين حتى يبدا هو راهو خطيه، يولي بالعاني يعمل هكا، يلزم يعيط على شنو؟ المهم نعيط نوري روحي قدام الجمهور، انا مشيت للاربيتر، الاربيتر يستنى في الفار، انا هبطت عليه نقول له في الكلام هذاك. وليت هذه العقليه العام، عقليه ما يطلبه الجمهور الغورة في كل شيء، في كل شيء يا رفيق، في السياسه، في الفن، في التلفزه، في الكوره، عقليه اني نتبع الجمهور، شي يحب شي يرضى عليه الجمهور. هاني تكبست، هاني عملت، هاني ضربت، هاني هزيت دبوزه، هاني عملت كذا، هذاك اللي يحبه الجمهور. ما الحل؟ السيد اللي خالد بالعصام تاع طنبور هذيك وراه الملاعب تاع الاسبيروس يحب يضرب، شو في مخه عليه؟ هذاك استفزوا زعما واحد من جوار الاسبيرونس كي ماركا البونت وهابط باش يفكر في العالم. انا رغم اللي ادنتوا اللاعب من الاول، خاطر نعرفوا اجوانا والدنيا سخونه، مانيش ناقصين باش نحرقوا البلاد على ماتش كوره، ماركيت برا عنك مدربك واقلب ودور ومشي كمل العب. ولكن خلينا نرجع يا اخي، يعملوها بارتو، يماركي رونالدو يمشي الجمهور البارسا يسكتوا في الكامب نو، يماركي ميسي يمشي يسكت سانتياغو برنابيو. سامحني هنا انا الاداء الامني في علاقه بضمان شنو الامن كي يهبط غاديك، فما خطه راه، وانت تعرف فما امور مهنيه عمليه يقراوها في الجامعات. باش ندخل انا نولي ضابط امن في درمش كذا، نقرا ما معنى نامن استاد، نامن استاد اولا احدى اهم الحلقات اللي لازمك تامنها هي التيران، خليك من الجرادان يا خويا التيران، اش معناها هذاك كيف وصلت خل غاديك، هذه مشكله عنده الدخله نتاعها ملوطه. هذه شنو هي كيما قال، شنو هي البدعه هذه اللي ولاو يعملوا فيها صنعه جديده؟ هبط 40 واحد ولا 200 واحد اللوطه، والواحد شفناها في الدربي، شفناها حتى مع الكلوب، ايش بيه الناس كل ولا تعمل فيها وغدوه الصفاقس باش يولي يحبوا يعملوها وكذا. شنو هي هذا يا خويا؟ شنو الخطه الامنيه اللي تسمح بوجود جمهور الور لا فوق الواحد فوق الملعب مخلط بالملاعب؟ تعرف اونديري ولينا نلعبوا في لوبومباتشي معناها يا رفيق. اي كيما قلت تخير عنده سكينه هذاك، فهمتي؟ تحصل الكارثه، يجي الجوار بالجوارات معناها فما مشاكل، فما مشاكل برشا، مش مشكل واحد، الحكايه هذه مشبكه متعدده الابعاد. برنس